السلام عليكم ورحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله. العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. يكي ديكا لا أقسام لفظ عامة لفظ عام تعريفك إلى علم أصول دا بو صورتي كديخينين ديارة أسلم بحثك لباري بحثي ألفاظ دا إن أسلم بحثي أو درساني بيش تشندرز لو بيش هل لباري بحثي ألفاظ دا بوا كيكيك لقسمة كاني ألفازج لفظ عامة أو بحثيش معروفة ببحثي عموم وخصوص بحثي لفظ عام لفظ خاص جاء أما البتهر وكو لفظ عامة معناش ذكري عام بيت معناش ذكري عام بيت بلام أما لفظ عام باز دكين ليرا جاء بيش أوي تعريفك بخينين نكتيك لازمة أوج أويك أما دو جور عمومية هيا يكي كان عامبوني تناولية يكي كان عامبوني شمولية عامبوني تناولي همان عامبوني لفظة بو معنى خوي همان إفادة اللفظ للمعنى حالي بونسونا هب جيغايكي كا لفظ عمومي تناولي كترا أو همان عامبوني لفظة بو معنى خوي حالي بونسونا مثلا فرسكا نكرالا سياق نفدا نكرالا سياق نفدا عام ميدين جا لفظ نكرا أفرادي معنى يخوي دقريتوا لفظ نكرا لما بعد نفدا أو عامبوني تناولية عامبوني لفظ بو معنى يخوي أو كأفرادي معنى كيخوي دقريتوا أو عمومي تناولي بدل عمومي عامبوني شمولي عامبوني معنى بو أفرادي خوي مثلا فرسك همان مفهومي إنسان كمفهومك كلية شامل أفرادك زور دي حالي بونسونا أوج عامبوني شمولي بيدلن جا أما ليرا چون بحثي لفظي دكين بس أقواب يد أو عمومية تشكباسي لدكين أو عمومي كباسي لدكين عمومي تناولية حالي بونسونا چون أصلا بحثي ما لباري لفظ داي دي يعني أما العن لا لا ما لا بحثي أقوال داين لبحثي ألفاظ داين حالي بونسونا بوية لإدامج دا وأنك لا تفسيري يستغرق الصالح له دا كلمة تناول ديند بوية كإشارة بكا بوية كعمومي تناولي منزولة كعمومي تناولي جربتي بلفزة وهي حالي بونسونا جاء تعريفي لفظ عام أويا لفظ يستغرق الصالح له لفظ عام لفظك ك يستغرق الصالح له هل شتكي كصلاحية دار بالصالح له هل شتكي كصلاحية دار به لا يقبله لفظ عام لفظ عام كشامل ديت بيك دفع شامل ديها نك لسر سبيلي بدلية بنوبة حالي بونسونا لفظ عام أويك شاملي معنى كي خويديت وانيا شاملي لفظ عام شاملي شتيكي ديتك أو شتي لايق بو لفظ عامك صلاحية دارة بو لفظ عامك لفظ عامك شاملي ديت بيك دفعي حالي بونسونا زا او شتي كصلاحية دار الصالح له صلاحية دار لايق بو لفظ عمك صلاحية دار يعني تي يعني صلاحيتي بويك للفظ عمك قصب كري حالي بونسونا هر شتي كصلاحيتي هي للفظ عمك قصب كري
لفظ عامك بيك دفعه ديجري تاو وانيا جا البته من غير حصرين اوش وانك ادامه تعريفك حصريش ناجينت هيج حصريك ايش ناجين لفظ عام حالي بنسونا دبي هيج حصريك ايش ناجين جا يستغرق الصالح له معنى كيتيا أي يتناوله دفعة أو لفظ عامة شاملي شتا صلاحية دارة كديت أو شتيك صلاحية دارة بويك للفظ عامة كقصب كري شاملي ويدت بيك دفعة شاملي دي حالي بونسونا أخل عن مثلا نكرة لسياق إثبات دا لما بعد إثبات دا أويش وكو مثلا جاء رجل او نكره لما بعد اثبات دايا خو اويش شام وانك شاملي كل فردي كي بياودي وان بلام لسر سبيلي بدليات وان ممكن او رجل امن بم السلام ممكن او رجل اتوبي ممكن او رجل زيد بيت وان ولي فقط رجل يك بياوي دقيني وان جا ممكن او يك بياو امن بم اتوبي يا زيد بي يا خالد بي حبيبون سونا بلام كلي بياوك بيك دفع ناقري توام كلي بياوك صلاحيتي هي كلا لفظ رجل قصب كريم شون هم يا رجل ندي بلام كلي يك لو بياوانا بيك دفع ناقري توام نكرا لما بعد اثبات دا وانيا شون رجل بمعنى يك بياو حبيبون سونا الان بس نكرا يكي كلما بعد اثبات دا خارج دا بي وانيا خارج دا ببو قيديك يتناوله دفعة حالي بنتونا بو بقيد يتناوله دفعة دبي كل شتيكي كصلاحية دار بو لفظ عامة لفظ عامة بيك دفعة بيقريتوا او شتا صلاحية دارانا بيك دفعة بيان قريتوا لحالك دا نكريكي كلما بعد إثبات دا وانيا جاءوا اسم نكريا مفرد بمثنى بيا جمع بفرق نيا مثلا جاء رجلان فقد دو بياو دا قريتوا دا حالك دا كل دو بياوك صلاحيتيان هيك لا لفظ رجلان قصب كرين وانيا بلان كل دو بياوك نا قريتوا فقد دو بياو دا قريتوا وانيا مثلا اسم العدد جوايا الان اسم العدد وكو مثلا بلان وانك وكو اسنان كدويا وانيا يا وكو مثلا عشرة كديا وانيا يا خمسة كبينزا او اسم العدد ايدي الان خمسة دراهم بينج دانا درهم وانيا البتا الان مثلا عددي بينج خمسة هم اجزاي هي هم افرادي هي اما بالنسبة افرادك باسي لدكينها خمسة اجزاء كي بينز دانيكا لبينز دانيكا دروز دبيدي بلام افرادك تيا افرادك بينز دانا مثلا بينز دانا درهمي من بينز دانا درهمي تو بينز دانا درهمي زيدي وانيا اولا افرادي بينزينا حالي بون سونا جامع بالنسبة افرادك باسي دكين الان بالنسبة افراد ولا بالنسبة اجزاء كينا الان بينج بالنسبة اجزاء كي يك دفعه دا انجريتها وانيا كل اجزاءك خو يك دفعه دا انجريتها بلان بالنسبة افرادك مثلا بينج دانا درهمي من يكك الافراد خمسة بينج دانا درهمي تو بينج دانا درهمي زيدي بلان ايا هر يك لو بينج درهمانا بيك دفعه دا انجريتها بيك دفعه نا انجريتها ودي خو بينج درهم فقط بينج دانا درهم دا انجريتها كا ايمن بيد يا اي تو بي يا اي زيدي بيد وانيا هل يك لو يعني همو يا ناقري تو بيك دفعة وانيا بينج دانا درهم فقط بينج دانا يدي حبيبون سونا بس اوش خارج دا بيت اسم العدد ايش بالنسبة افرادكي وانيا مثلا ام بلم هناك خمسة دراهم بينج درهم لهوية بينج درهم لهوية دخو او بينج درهم يا بينج درهمي منا يا بينج درهمي تويا يا بينج درهمي زيد يا خو همو يا نيا وانيا فساو كل افرادي كل افرادي كي كصلاحية دارن بويكا
لخمسة دراهم قصبكرين خمسة دراهم كل وان نقدر تو بيك دفعة وانيا يك لو بينش درهم انا دقدر تو حليبون سونا الان ليرة سونا خرج به النكرة في الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة تعريفي لفظ عام زور مهم كا لا والله تشاق لي حالي بيدي أو بحثة كان دواش راح الدبن بوسيلي أو قيدي يتناوله دفعة شو خارج دبيت والله النكرة لا ما بعد إثبات دا خارج دبين شو النكرة يكي كلام ما بعد إثبات دا وكو جاء رجل مثلا يا جاء رجلان يا جاء رجال نكرة يكي كلام ما بعد إثبات دا كل شتا صلاحية دارا كان بيك دفع ناقريتاو بلكو على سبيل بدليات بنو بدا انقريتاو حالي بون سونا او دفعي او اسم عدد يعني نكيريكي كاسم العدد بين او شهروالا خارج دبيت وكو خمسة دراهم البتا نكيرا خارج دبيت نكرة جاهر يقلو توارانا به مفرد به مثنى به جمع به يا اسم العدد به خارج ده لا من حيث الآحاد لا من حيث الأجزاء ونيا لجهتي أجزاء مقصود نيا حالي بون سونا لجهتي أجزاء مقصود نيا شنكو مثلا البتا لا من حيث الأجزاء من جوا منكود مربوطة بوسياني آخر بمثنى وجمع اسم العدد وإلا مفرد ديال أجزاين يخوار غنيا أو قيد بوسياني آخر أو سياني آخر من حيث الأجزاء مقصودي منيا من حيث الأجزاء باسيان ناكين شنكو من حيث الأجزاء أو أنا تناولي دفعة ينهيا هل يقلو أنا شاملي أجزاء كي خوي بيك دفعة دين غنيا وكو مثلا مثنى ك أجزاء كي دو دانية جمع أجزاء كي حد يأخذ سي دانية اسم العدد وكو بينز أجزاء كي بينز دانية يك دفعة شاملي همو يندي حالي بون سونا أدي لچ جهتي كوا أوانا بحث دكين لجهتي أفراد وا من حيث الأفراد وانيا هر يك لوانا أفراد معنى كي زورا وانيا مثلا مثنى وكو رجلاني جمع وكو رجال يا اسم العدد وكو خمسة أفراد معنى كي زورا وانيا أخا خمسة يعني بينز وانيا خمسة دراهم يعني بينج درهم بلان بينج درهم خو ذكري بينج درهم أفراد زوري هي بينج درهمي من يا بينج درهمي تو يا بينج درهمي زيدي يا بينج درهمي كسيكي ديكا شا أفراد زوري هي واني البتا أنا أفراد لفظي خمسين أفراد معنى كنا معنى خمسة خمسة دراهم كده تبينج درهم حاربون سونا الآن نكرة جهر يك لو تشوارانا بيت بو خارج دبي بقيدي يتناوله دفعة ولا فإنها تتناول ما تصلح له على سبيل البدلي لا الاستغراق نكرة جاهر يك لو شار نوعان بيت لفظي نكرة لما بعد إثبات دا شاملي هرشتي كيديت كلفظ نكرة كصلاحية دار بوي وجار برعكسي فيشي تال عندن كود اشتكى صلاحية دار بوي كلو لفظي قصب كرين وجار دلين لفظة كصلاحية دار بو معناك حالي بون سونا هبدو كي درستي دي هم لفظكا صلاحية دار بويك أو معنى اللي قصد بكري هم معنى كصلاحية بويك للفزك قصد بكري أو دو طرفي دي لفزك الصالح بو معناك معنى كصالح بويك للفز قصد بكري الآن لفزي نكرة لما بعد إثبات دان شاملي وكو مثلا بلين رجل لفز نكرة كوكو رجل شاملي تتناول ما تصلح له شاملي هر بياوي كي ديد كلفزي نكرة رجل صلاحيتها يبوي أخي لفزي نكرة رجل صلاحيتها يبو بوهر بيابك بويك بوهر بيابك إطلاقي كي وانيا شاملي هموش يندي كل يك لو بيابنا بلام نك بيك دفعا وانيا رجل كي كلا جاء رجل ندايا
او رجلا ممكنه هر بياوك مقصود بلوي وانيا كل بياوك دغريتوا بلام نك بيك دفعي على سبيل البدلي لسر سبيل بدليه بنوبة مثلا جاري واتو جاري كي جاء رجل مقصود لو رجل زيدا وانيا جاري كي جاء رجل مقصود لو رجل خالدا حالي بون سونا بس شاملي كليكك لو شتانا ديت لفظ رجل شاملي كليكك لو بيانا ديت كلفظ رجل صلاحيتي هي بوان وهم بيانك صلاحيتي لفظ رجل اطلاق بكري فلا بنوبة شاملي هريك لوانا دي وانيا نك همو يان بيكا وبقري توام وانيا وقتكي كا لكلامكي مسبب دايا للاستغراق لسر سبيلي استغراق تناول دفعة نية جا أما بيشش استغراق بمعنى تناول دفعة نية تشون بيشي أما معنى كرده وكي يستغرق أي يتناوله دفعة وانيا أو بس أقواب خارج دبين نكرة جا بهر شوار نوع كان يخوي دي مفرد به مثنى به جمع به ديان اسم العدد به الان او اجا مفرد به اجا مثنى به دي سان هر او جوري مثلا دلي هناك كتابان يعني لو دو كتاب هيا او كتابان فقط دو كتاب دغريته جا دو كتابي يا دو كتابي منا لو يا دو كتابي تو يا دو كتابي زيد يا ادي ده حاله كده كل دودان كتابك وانك صلاحيتي ان هي كلا كلفظ كتابانيان بو كتري وانيا بلام وقتك دلم دو كتاب لوي كل دودان كتابك كلا دنيا دا موجوده نقريتها كل دودان كتاب فقط دو كتاب نقريتها وانيا هرشن كتاباني صلاحيتي هي كبو كل دو كتابك اطلاق بكري ولي بنوبة وانيا وإلا لكلامك مسبدة بلي هناك كتابان دو كتاب لوي هيا خو كل أو دودان كتاباني كلا دنيا هيا ناقريتا فقط دو كتابي دا قريتا كإزايدي مثلا حالي بون سونا جا مثالكي وكوتي بو زمعة كشهر والي مثلا دلي هناك كتب سي كتاب لوي هيا وانيا أو سي كتابا خو كل أو سكتباني كلا دنيا موجودا منظور نيا وانيا سكتبي زيد يا مثلا وانيا هرشان كل او سكتباني كلا دنيا موجودا ذكري للفزي كتب قصب كريم بلان بنوبة وقتي كلفزي كتب لكلامك مثبت دايا وانيا مثالي اوانا وكوتي مثال كي نحو اكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم أو أكرم رجلا مثال بويكا أو نكريك لما بعد إثبات دا مفرد بيت الآن أتو احترام إكرامي بياوي كيبكا فقد يقدان بياو دا قريتاوام وانيا يقدان بياو منزول أخو كل أفراد رجل بيقدفحنا قريتاوام معنى كي أوانيا أتو كل بياو كان دنيا إكرام بكا وانيا بياوك اكرام بكا جاء او بياوة با زيد بيد يا او بياوة يا عمر بيد يا خالد بيا كسي كدي وتصدق بخمسة دراهم اتو بينج دانا درهم بينج دانا درهم صدقة بدا واني كل بينج خو كل او بينج درهماني كاتو هتا منزور نيا واني يكيق لو بينج درهمانا ببخشغا حالي بون سونا ده حالة كده هر يك لو پنج درهماني كاتو هتا صلاحيت يان هيا كا لفزي خمسة دراهم يان بو اطلاق بكري حالي بون سونا بلام او لفزي خمسة دراهم كلا كلامك مسبت دا هاتوا فقد يك لوانا دا قري توا ليك زمان دا وانيا كل پنج درهم كان بيك دفعه نا قري توا حالي بون سونا پس اگوابید نکره کی کال لکلامی مثبت دابه لما بعدی اثبات دابه خارج دابه جا مفرد به مثنى به جمع به اسم العدد به او خارج دابه
او قسمتي اولي تعريفك او خارج كردوا او جار من غير حصر البته لرا او نكتيش هيا يستغرق الصالح له الصالح له ببيان ماهية قيدك احترازينية مثلا لفظ عام شاملي شتيكي ديت كأو شتي صلاحية دار بيبو لفظ عامك فانيا خو معلومة أو بو احترازني بلاي ولا لفظ وان هيا ك لفظك شامل اشتكي ديت كشتك صلاحية دار نيبو أو لفظها يعني حتما لفظ أجا شامل معناه كي بدأ بمعنى كصلاحية دار بيبو أو لفظها حتما يعني أما أصلا لفزيوان نية شامل معناه كي بيت كمعناه كصلاحية دار نبيبو أو لفظها معناه كصالح نبي لايق نبيبو أو لفظها حتما ده بمعنى كل لا يقبب هو لفظه جا لفظك شامل يديد بلام لفظ عام شامل او معنى لا يقيدت شامل معنى كديد بيك دفعه شامل كل او افراد يديد كلايق بو لفظ عامك بيك دفعه شامل عندي فرقي اويا وانيا والا همو لفظك فقط شامل معنى كديد كمعنى معنى لا يقبب هو لفظه معناها كاللايق نبيبو او لفزيخ ولفزك شاملين لفزك اصلا لفزك نايجيني حاليبون سونا او بو احتراز نيبلي ولا اما لفزي ومن هيك شاملي معناها كيديت كمعناها كاللايق جنيب ولفزك من غير حصرين او تائرة قسمتي أولا كي أو بوكا دبيت تناولي دفعتني هبي لفزي عام بشي دوامي تعريف كشي أو دبي حصر جنجيني دبي لفزي عام حصر نجينت أو تش خارج دكات خرج به اسم العدد من حيث الآحاد بوسيلي أو قيديا يستغرق الصالح له من غير حصر دبي حصرك نجين لفظ عامك جاء لفظ عامي بدلاً أو اسم العدد خارج دبي بنظر بولاي أجزاكي ده نظري بجري بنسبة أجزاكي اسم العدد بنسبة أجزاكي خارج دكا بو اسم العدد بكو مثلا عشرة دي أجزاكي ده دانيكا ونيا بلام عشرة الآن لفظك عام نية بالنسبة أجزاء كشي هرشن بالنسبة أجزاء كي تناولي دفعتني هيا يعني يك دفعة شاملة كل أجزاء كي خوي دي وانيا بلام عشرة لفظك عام مي بينالن شنكو حصر دقيني واني حصر لا عدد معين دا دقيني دي وانيا الآن عشرة بمعنى دايا دش حسري تداي دي ونيا فإنه الآن اسم العدد من حيث الأجزاء بنسبة أجزاء كي خويتونا فإنه يستغرقها ولا اسم العدد وكو عشرة شامل كل أجزاء كي خويدي دفعة يستغرقها يعني يتناولها دفعة بيك دفعة شامل كل أجزاء كي خويدي بلان بحصرين بلام متلبسة بويك حصر حصرج نشان ده وانيا يعني أصلا دائرة كي محدودة هيدي وكو تسي اسم العدد كعشرة وكو عشرة وكو عدد ده جا أو معلومة أو خارج ده باسم العدد بنسبة أجزاء كي هروها ومثله النكرة المثنات من حيث الآحاد واني أما بيشي اسم العدد نكري بعد الإثبات خارج كرت من حيث الأفراد وانيا من حيث الأفراد بنسبة أفراد خوان وانيا بحسن لي كردن بلام أو دفعي اسم العدد بنسبة أجزاء خوي
وانيا ونكري مصنّج بالنسبة أجزاء كي خوي دي سال لفظك عام نيا بالنسبة أجزاء كي خوي نكري مصنّج وكو بالنسبة أجزاء كي خوي ده نظري بجري هل وكو اسم العدد ويا كمن حيث الأجزاء بحصيل كرابي أوش خارج دبيت بوسيلة قيدي من غير حصرين خارج دبيت وكوتي كرجلين وكو رجلين البتة إدي ليرة مهم نية لما بعد إثبات دابيت لما بعد نفي دابيت أو نكرة أو اسم نكرة كمسنايا شنو هذا في بالنسبة أجزاء كي تعوي لدكين بنيا أجزاء كشي أجزاء نكرة مسنا هردودا نيدي أنا شلا كلامي مثبت دابيت شلا كلامي منفي دابيت بنيا أجزاء كي ها أفرادنا مثلا لكلام مثبت دا مثلا جاء رجلان أفراد كي رجلان فرقي هي وانيا لا أجزاء كي بلام لكلام مثبت دا ولكلام منفيش دا هر دو دانا يا رجلان لبت دو دانا بياو لا دو دانا بياو دروز دا بيدي نكرة مسنة وكوتي مثال كي كرجلين وكو رجلين الآن رجلين نكريك مسنايا بالنسبة أجزائكي كدودان رجلا شاملي أو دودان رجلا ديت بيك دفعة وانيا بلام آية كلمة رجلاني حسرك دقيني معلومة حسر دقيني دي رجلاني يعني دودان فيها وانيا خو وانيا كآخركي مشخص نبي آخري نبي يا مشخص نبي بو أبيش خارج دبيت مفردش كديارة أصلا بيش خارج كرابو نكرايكي كي كا لا ما بعد إثبات دابي مفرد به أو با تشقيدي كي خارج كرابو أو بتا من حيث الأفراد شاون لي ذكرت أنا نق من حيث الأجزاء بلا من حيث الأجزاء ودفعي تساوي لبكي أصلا أجزاينيا من حيث الأجزاء أصلا بحسي لي ناكرين جمع دمينتا وجمع باز نكردو جمع بو باز نكردو جمع إيش بالنسبة أجزاكي خوي تناولي دفعتني هيا يعني يك دفع كل أجزاكي خوي دقريتها كمثلا حد يقل لي سيدانه وانيا بلام بو نيكود أويش خارج دو بواسيلة قيدي من غير حصرين تساو دو جوابي هيا أما دتوين بلين بويا جمعي باز نكردوا جمعي جمع من حيث الأجزاء بويا بحسي لي نكردوا شنكو اختلاف هي لباريدا آية جمع من حيث الأجزاء خوي آية لفظك عامة ينا بالنسبة أجزاء كي خوي ده نظري بقدي آية لفظك عامة ينا اختلافي تدا اختلافك شي لصفحي تسوار صدو هجده بحثي لده كام لوي او اختلافي كهيا لباري جمع دا كآية لفظك عامة يانا بنسبة أجزاك اللي باسي لده كام والأصح أن الجمع المنكر في الإثبات نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام وقيل إنه عام حالبون سونا يان لبر أوي دلين اختلافي تدايا وانيا اختلافك شي دعاء باز دكات يعني بو اللي انا بحسينا كردو شن كله بدعاء باز دكا حبيبون سونا يان جوانتر اويا بلين اصلا وانيكا جمع بوسيلة قيدي من غير حصر خارج نابي شن لجمع جدا حصر اجنية بو اجزاكي مسألة دالي جاء رجالون خدي لفظ رجال آية عدد معين دقيني حسب بونا ولا عدد كي مشخص دا دقيني حسر ابنا قيني دي لفظك مش كارن بلفظك يا حسر ابنا قيني وانيا ولي باشا بس اقوابد يعني لفظك عامة دلنا ولا لفظك عام نية بوصلة قيدك اي بيش خارج دبي وانيا لفظ عام اويا شاملي كل
الان لفظي عام كالان لفظي عام او لفظي عام ما بحث لدى كان جمع يدين بالنسبة اجزاء كي خوي جمع بالنسبة اجزاء كي خوي دي باش اتو فرسك لجملة جاء رجالون دا او رجلان كهاتونا 500 نفر بن وانيا پس اقوابي الان اجزاء كيوي 500 دانيا اجزاء رجالون 500 دانيا اما كتن دي باشا الان لفظي رجال بو 500 ويك دانيا بياوي صلاحيتي هي انا و 500 ويك دانيا بياوي كتري صلاحيتي هي وانيا لحالة كده فقط 500 قرتو توا رجالك كلا جاء رجالون دايا وانيا پس 500 ويك نقرتو توا لحالة كده بوي صلاحيتي اقوابت هرشتيكي كلفزكا صلاحيتي هي بوي لفظك نقرتو توا بو 500 ويك صلاحيتي يا بلان نقرتو توا وانيا اقوابت بوسيلة قيدة بيشوكا خارج دبي او جمعش خارج دبي بوسيلة قيدة بيشوكا حالي بون سونا ولي بوسيلة قيدي من غير حصرين خارج نابد او لا شربين شر اشاره بيكر دوكا قيدة بيشوكا جمع خارج دكا بلان قيدي من غير حصرين اصلا جمع خارج ناكا فقط اسم العدد بالنسبة اجزاء كي خويو نكرة مسنة بالنسبة اجزاء كي خوي او انا بوسيلة قيدي من غير حصرين خارج دبن او انا كباسي كردو ليرا او انا لفظ عام نينا وانا ولي لفظ عام مثالك وكوتي لو بدو بتفصيلي بحثي عندك كلفظ عام مكان سنة حبيبون سنة وكو مثلا لفظ عام وكو الذي والتي وأوانا حبيبون سنة جاء ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقتيه أو حقيقته ومجازه أو مجازيه على الراجح المتقدم من صحة ذلك يكيقل أفراد لفظ عامة يكيقل لفظ عام مكانة أو لفظيك استعمال كرابت لا دو معنى حقيقي خويدا وانيا أو لفظيك استعمال بكري لمعنى لدو معنى حقيقي خويدا يا لمعنى حقيقي لمعنى مجازي دا يا لدو معنى مجازي خويدا وانيا مثلا شو اتو فرسكا لا مثلا لفظي كي كلا دو معنى حقيقي دا استعمال بكري وكو لفظي عين مثلا لفظي عين كببا تاويش دلن بكانيش دلن جال بتا الان لفظي عين نكيريا دبيلا ما بعدي نفي دابد ويكبيت لفظي عام نكيرا للسياقي نفي دا مثلا بلاي لا عين هناك هيج عين غليرانية يعني هيج شاوي غليرانية هيج كانية كجليرانية حالي بون سونا الان اتو لفظه كشل لهر دو معنى دا استعمال كربي وانيا لفظ عين بمعنى تاو جاركي بمعنى تاو كل افراد تاو نفي دبي كل افراد تاو وانيا جاركي ديكا لفظ عين بمعنى كانية كل افراد كاني نفي دبي حالي بوية سونا اوش ديسان لفظك عام يعني اشكالي نيا او مثلا لفظ عامة لا 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 يك معنى دا استعمال كرابي لا دو معنى دا استعمال كرابي هيج اشكال كيميا هر دبيت لفظ عام بلى حالي بون سونا يان لمعنى كي حقيقي ولا معنى كي مجازي دا استعمال كرابي وانيا وكو مثلا بلاي لا اسد هناك هيج اسد غليرانيا اسد معنى كي حقيقي هيك حيوان مفترسة معناه كي مجازي شي هيك رجل شجاع وانيا اتو جارق معنى حقيقي كا قصد كي ابتا هم زمان ها بيكوا وانيا معنى حقيقي كي اقل شاولي دكي حيواني مفترس يعني هيج حيواني كي مفترس ليرانيا او كل افرادك كي قرتها ويدي وانيا كل افرادك نفي بوا وانيا او دفعي تاولا معنى مجازية كشي دكي كرجل شجاعة اويش كل رجل شجاع جنا في دبيته كل رجلك شجاع يعني هيج شيرك ليرانيا هيج رجلك شجاع ليرانيا حالي بون سونا او ديسان
مثال بوي او دفعي لفظ لدو معناي مجازي دا استعمال كرابي وكو مثلا بلي لا شراء حاصل، لا شراء موجود، هيج شراء اغنيه. شراء معناي دو معناي كي حقيقي هي ك اويا وانا كخدي من خدي شخصي من بشي شتيك بكرت وانيا دو معنى مجازي شي هيا. معنى مجازي كان يكي كان سوما يكي كان شراء بالوكيلة. سوم اويك مشتري طلبي بيع لبايع بك سوم اويا سوم بسينها هم طلب المشتري من البائع البيع، يا طلب المشتري البيع من البائع. هل يمكن سنة أو دفعي معناك مجازي ديشي هي كهما شراء بالوكيلة. مثلا من دلم اشتريت يعني بالوكيل، يعني اشتكم بوسيلة وكيل كري لك بوخم بكرم. أخا معنى حقيقي هو اشتريت يعني بوخم اشتكم كري وانيا بلا معنى مجازي كي او كريم يعني وكيل كم كري. هل يبون سونا زا امن بيم بلم لا شراء موجود، هيت شراء اغنيه وانيا هيت شراء هيت شراء اغنيه دو معنى مجازي كان قصد كرابي، يعني لا سوم ولا شراء بالوكيل، هيت سوم اغنيه يعني طلبي بيع لبايعي كرابي وانيا او دفعي هيت شرائك بالوكيل جنيا بوسيله وكيل شد كرابيت وانيا او ديسان لفظك لفظك عام دبيت حالي بون سونا ديسان دحالك دا دو معنى مجازي للفظك قصد كراو لفظك لدو معنى مجازي دا استعمال بوا زكا بلدالي باشا اتو دالي دكري لفظك لا دو معنى حقيقي دا استعمال بكري يان لا معنى حقيقي معنى مجازي دا يان لا دو معنى مجازي دا وعام مش بيت لفظك عام مش بيت باشا أستن بو أستن درستا لفظ هم زمان لا دو معنى دا استعمال بكري أجد الله ري والله أو كدلم درستا ولفظك عام مش دبيت أو على الراجح المتقدم من صحة ذلك بناء لسر أو قول راجحي بيشيا كقول راجحك أو بو صحيح ذلك ذلك بو استعمالك كان لمستعملي فهم دكري بو دقرتهم او قول راجحي كلا بشتي طريقة او بوك صحيح استعمالي لفظ لا دو معنى دا بكري لا دو معنى يخوي دا بكري ديك زماني دا او بشي بحس كراوي دي وانيا أنا مثالي مشهورة كي أو لامستم النساء دي أنا كهم بمعنى لمسة هم بمعنى جماع جامعتم بمعنى لمستم بمعنى جامعتم إشا دو معنى بس شاملي ويديد لفظي عام كما يصدق على المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد هل وكتون لفظي عام صدقي دي بسر أو لفظ مشتركي داك فقد لا أفراد يجمع نايدا استعمال كرابي مثلا فرس كلفزي مشترك عين وانيا كمشترك لبين تشاو كانيدا مثلا أتو دلي هناك عين جارية وانيا دلي أو وانك عين جارية جارية قرينة لسلويك لفظ عين بمعنى كانية بمعنى تساونية وانيا يا هناك عين باصرة وانيا قيد باصرة قرينية لسلويك إذي لفظ عين بمعنى تساو بمعنى كانينية وانيا جالبة دبي لكلامك من في دابي لما بعد نفي دابي بويك بيت لفظيك عام مثلا بلاي لا عين باص لا عين باصرة وانيا هيج عينك باصرة نيا لا باصرة
قرينه لسر اوي كمعناي كاني قز نكري واني ده حالك ده لفظي عين جدا لو كقرينه هبيت صلاحيتي بو كاني شيء انا الان شو قيدي باصيرتها يا لفظي يعني معناي كاني قز نكري واني بلام بلام جدا لقرينه بيش اوي قرينه بيت معنى كاني صلاحيتي هي بو لفظ عيني انا صلاحيتي هي وانا لحالة كدا العن كقرينة هاتوا اما يكك لو اشتا صلاحية دارانا ككانية قصدنا كنا لفظ عين اقوابي لفظ عين عامة ديسا اوش دل اري والله بو تنكو بيش اوي قرينة بيت هر دوكيان هم معنى تاو هم معنى كاني صلاحية دار بون بو لفظ عين وانيا بلام دوي اوي كا قرينة من هنا وانيا قرينة كا اقا باصيرات بيت تازا فقط معنى تاو صلاحيتي دميني لايق دبيب ولفزي عين وانيا دي باشا وقت كي دالي لا عين باصيرة او كل افراد تاوي جنفي دبيت او بس كل افراد تاوي قرتو توا دواي هاتني قرينش فقد معنى تاوى كصلاحيتي هي بو لفظ عين وانيا كل افراد تاوج نفي بو تويدي بس كل افراد او معنى كصلاحية دارة معنى تاوى كل افراد ويقرتو توا بيك دفعة كل افراد كي نفي دكاتوا وانيا بيك دفعة إذا تناتوا يقول الله والله عامنيا شنكو دواي هاتني قرينة تازم معناي كاني ناقري توا بحالك دا وانك معناي كاني صلاحية دار بويك للفز عين قص بكري دلين الان صلاحية دار نيا حالي بون سونا بس لفز عام صدقي دي بسر او لفز مشتركي دا كدواي هاتني قرينة لأفراد يق معنا دا فقد استعمال دا بي كابرا دلا باشا چون لفز عامي بيدا كتري وقتك او لفظيا صلاحيتي بودو معناها بو بلان فقل ليك معنى اذا استعمال كراوة خو معناها كي دي كي نقرتو توا طالين بابا اخر لانه بوي هل لفظك عامة لانه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره وانيا العن هلشن معناها كي دي كي نقري توا وانيا او معناها كقرينة عقب نشيني بيدك هلشن او نقري توا لفظك بلان هل لفظك عامة بو شنكو او معناي كناي غريتوا اصلا او معنا تاز هر صلاحيتي نبوي كلفزك بيغريتوا دواي اويكا قرينه لسريك لدو معنا كان هبو تاز لفزك صلاحيتي نبو غيري او معنا بو معنا كيدي صلاحيتي ني اقبو يكي كان قرينه هبو كتساوا وانيا تاز او لفزي بو غيري او معنى يساو كدبتا كاني تازه بوي صلاحيتي نامينت اقوابت اقل افرادي كاني نقريتوا هج زربيق و عامبوني لفزكا وارد نابت هج زربيق و عامبوني لفزكا وارد نابت هاللفزكي عامة ما دام افرادي معنى كيدي كي بتواوي قرتبتوا حالي بون سونا او تائر تعريفة كي بويدي تعريفي لفزي عام بلام لباري دو صورة هي كلباري واندا اختلاف هيا وقتك كلفز عام دا كتري جاري ويا بعزك لأفرادي أو لفز عامة ألبتا أفرادي معناي لفز عامة كيدي منزولة وانيا اللفز كان يقدان ايدي معنى كي أفرادي زوري هيا وانيا جاري ويا بعزك لو أفرادي نادرن يعني بندرت قصدك رين حالي قون سونا بعضك لأفرادي لو أفرادي كلفزك دان قريتوا بندرت قصدك رين جاء أو لفزي هر وقتي كي حكمك تعلقي بي وبس آيا هر وكو باقي أفراد حكمك الشاملي عند بي آيا أو فرد نادرش او فردي كبندرت قصدك رين ايا اويش حكمك شامل دبي انا اويك دو من بعض فردك هيا ك
كمشخص نية آية متكلم قصدي كردوة يعني أما مشكوكين لباردة احتمالي هي كأو فردية متكلم قصدي نكربي احتمالي شيء قصدي كربي حريبون سونا آية هاتشان لفظ عامة كده يقريتها لفظ عامة فرد نادرکش دگریته و آو فرد غیری مقصودش دگریته و تا غیری مقصود منظور اونیه که متکلم هر اصلا قصدی نبونه کی کرده نبونی آو فرده یا وقتی معلومه حکمی که تعلق دبسته به لفظ عامه که آو حکمی شاملی فرد شاملی فرد کنایت اگر متکلم قصدی نبونی کرده وانیا غیری مقصود یعنی لم يعلم قصدها من طرف المتكلم فردكي كا معلوم نية متكلم قصدي كردبي قصدي كردوه يانا حريبون سونا معلوم نية اختلافه لباري او دوانا دا البتة تاو انقو اختلافك لسروينيه كا لفظ عام شاملي او دو فرداني خويدي يانا معلومة شاملي انديد فردي وينيدي وانيا معلومة كلفز عامك شامل يندي اختلافك لسنوية حكمك كتعلق بسطي بلفز عامك آية أو حكمة شاملي أو دو فردانش دبي يننا وإلا أقبلين آية لفز عامك شامل يندي شامل أو دو فرداني خويد يننا معلومة شامل يندي فردي وينا وانيا أفرادي معنى لفزك أنا معلومة بس لفزك شامل يندي حاليبون سونا اختلافي تدايا مصنف دلت والصحيح دخول الصورة النادرة وغير المقصودة وإن لم تكن نادرة من صور العام تحته في شمول الحكم لهما أنا تشاو نيكد في شمول اللفظ لهما لفظك معلومة شامل أو دفر دي خويدي بلام آية حكمك كان متعلق بلفظك هل وكو باقي أفراد دقريتوا أو دفر دانش دقريتوا حكمك بو او دو فردانش دبي بو او دو فردان ثابت دبي قولي صحيح اويك او فرديك بندرت قصدك ري بكمي قصدك ريت حاليبون سونا بكمي توجهي بيدك ري وفرديك كان معلوم نيه متكلم قصدي كردويا نا هرشان او فرديا نادر نبيت هرشان او فرديا ونبيك يعني بندرت قصد نكري بزوريش قصد بكري ولي معلوم ولي العنا ما مشكوكين وانيا او بس دهيو جدان كاتوا ليكتر وإن لم تكن نادرة فردي كيشن هيك او فردي با نادري جنبيت بلكو بزوري قصد بكري ولي العن معلوم نبي كمتكلم قصدي كردو يانا العنا ما شكل بو بيداروا او مثالك شان دينيتها وزا حالی بون سونه مثلا فرض که امن به تو دلم داد کمه وکیل دلم برو عبدکانی زیدی بکره لنی و عبدکانی زیدی دا مثلا فرض که بابی من هیا وانیا که اگر بیکرم آزاد دا بید وانیا آزاد دا بید لسر منی دی همان قانونی تملکی ارحام اگر کابرا او خزمی که نزی که خوی دکرتوا لسری آزاد دا بید وانيا اخوام الان معلومني شهادة منهم قزنا كربيت وانيا شهادة من نمزاني بيت كلاني وعبدا كاني زيدي دا باوكي من هيا وتساو مشكوكي ندي معلومني امني متكلم قصدم كربي حاليبون سونا نسبتي بيني او دوانج عم خصوصي من وجهة لبيني فردي نادر وفردي غير مقصود دا وكم مصنف وخيل من علماء نعكتويتي شن نادر فردي نادر أوي كبندرت قز بكري فردي نادر أوي بندرت قز بكري جالبة فردي نادر جاري وقز دكري جاري وقز تجناكري حالي بون سونا مصنف واد الله يدي البتا أو وانك هر خودي نادر وغير مقصود أو دواني لك داوتاوام فردي نادر ممكن قصد بكري فرد نادرك ممكن قصد نكري هذا في غير مقصودش
جا روايه اوي كا غير مقصوده، معلوم نيه قصد كرابي، معلوم نيه متكلم قصدي كردبي انا، ممكن نادر بيت بندرت قصد بكري، ممكن نادر نبي الزوري قصد بكري. او مصنف لما العلمان يعدا او بنانيش هناوي تكتويت النسبة بين وان مخصوص من وجهة ولي بناني بيج او يقصي مصنف نقلك نسيبتي نسبة بين وان ذكري عن مخصوص مطلق به، مخصوص مطلق به يعني فردي نادر أخص مطلقة، فردي غير مقصود أعمي مطلقة، يعني هرشي أخ نادر فردي نادر أويا بندرت قصدك لي بلام حتما دبي قصدك لي فانيا حتما دبي قصدك لي دي نادر يعني سي يعني بندرت قصدك لي قصدك لي بندرت قصدك لي فانيا حس حتما هر فردي كي نادر بي مقصودي شا فانيا يعني بندرت قصدك لي دي بلام أو أخص مطلقة فرد نادر غير مقصود أعمي مطلقة أويك غير مقصودة ممكن نادر به بندرت قصد بكري ممكن نادر نبي بزوري قصد بكري وانك آيدي أويك أخ غير مقصود نبي يعني قصد نكراوة يعني الآن معلوم نيا كمتكلم قصدي كردو يعنى وانيا ولي الآن معلوم نيا كمقصود يعنى بلام ممكن لا وقتي دي كذا زور قصدي كان ممكن إيش كم قصدي كان وانيا هو فيما أوي بناني زور جواني دي أوي أبا تاوي مصنف شهر هاتوا خارج لو بحثي هر هاتوا نادر وغير مقصود أو دواني لك داوة هوا جا قولي الصح أويك أوانش فردي نادر وفردي غير مقصود كم من صور العامي حال انوايا هر دوكان لافراد لفظ عام جاب خوشي شارح اشاره في ذكاء ك انا لافراد لفظ عام لفظ عام شامل عندي بلام ايا داخلي لفظ عام كان لا شامل بوني حكم جدا يانا قولي صحيح اويك او دوانا داخل دبن تحته لجل لفظ عام في شمول الحكم لهما لو لا شامل بوني حكم بو او دو نجدا يعني حكم كي كا مربوطة بلفز عام مكا تعلقي بسطو بلفز عام مكا وكو باقي افرادي لفز عام مكا دا قريتوا شامل او دو فردان جديد وانيا باشا بچه دليلي كي ولا نظرا للعمومي ولا لو جهتوا كا لفزك عام و شامل او دو فردان جديد وقت كي لفظك عامة شامل أو دو فردي دي قرينة كجنية كأواني خارج كربين فرزاوي دي خو لفظكش معلومة عامة بو أو دو فردي فصار حكمي كي كتعلق بستو بلفظك شامل أو دو فردي جديد هروكو باقي أفراد دقريتها حالي بون سونا بلان وقيل لا نظرا للمقصود لمقابل قول الصحيح كذا قولك ضعيف هيا كدلت نولا حكمك شامل او دو فردان نايا باقي افراد لفظ عام دقريتها بو شامل او دو فردان نايا ولا نظرا للمقصود وانيا لا بو شامل او دو فردان نايا حكمك لو جهته وك اما تشاو لشتيكي دكين ك كعادة مقصود متكلميا ده لفظ عام كدا تشاو لشتيكي دكين كعادة مقصود متكلميا وانيا دخو فردي نادر بندرت قصدك لي وانيا فس اجواب عادة مقصود متكلميا فس حكمك ابي ناقري تو شاملي وينال او دفعي غير مقصوديش أويك معلوم نية متكلم قصدي كردبي وانيا معلوم نية متكلم قصدي كردو يانا دباشا فاز أقوابت أويش مقصودي متكلم نية عادة بنا بعادة أخا واشي دي مثلا معمولا أويك يعني معمولا كسيكي كعبد ذكرتوا
وانيا اكثرا او عبدي كديكرته وخزمي خوينيا بلى وانيا عاده بويا معلومني متكلمي كي ك كتويتي بوكيلي خوي دلت عبد كان زيد بكرا وبومن معلومني ك لاني عبد كان زيد جدا باوكي بيها بيت معلومني باوكي خوي قسكر بيه شون عاده اويك لا كرينوي عبدوانا دا دا جزريد اويا او عبدي كديكريوا خزميتونيا وانا بيغاني كيدي حاليبون سونا فسونكو عاده اويك متكلم قصدي دكات وانيا يا وانا كيدي هر صادتر بلين بويا شاملي او دوانا نايد چونکو فرد نادرکه اما به نظر بولای شتێکی که متکلم للفظ عامەکە قصدی دکا عادتا به نظر بولای وی اما دلین دو فرد که ناگرد حکم شاملی ان نابی او دو فرد یا چونکو اوی که نادر به ندرت قصد دکره وانیا نادر یعنی به ندرت قصد دکره للفظ عامەکە وانیا دباشا پز یعنی عادة متكلم للفظ عام أو قزناك بندرت قصدك رأو نادر يعني يا ويدي غير مقصود يعني معلومني كمتكلم قصدي كربيت هاتشن بزوري قصدك رأو فردية بلا معلومني العام متكلم قصدي كردو يانا للفظك حاليبون سونا هاد بس أقابي دي سانيش شن معلومنية كقصتي كربيت وانيا اما هر ديسان بو او فرديش دلين مقصود نية للفظ عامك بس حكمك شاملي وينابي وانيا البته زا وانيا كيدي قيلك جوابي قيلك بويدا دريتوا اما دلين بابا خو اصلا قرينه اغنيه لسره ويكل لفظ عامك او دو فرد استثناء كرابته وانيا ما دام قرينه نيا پس لفظك عام ككترا او لفظ عام يا هر وكو باقي افراد دقريته او دو فردش دقريته پس حكمك دبي شامل وانيج به وانيا خو هیچ اختلافی کج نیست لوی داکل و زکه شاملی او دو فردش دی پس حتما دبی حکم که آنانش بگری تو ایدی او که مثلا او دو فردیا فردی نادر به ندرت قصد دکری خو امش انکاری وی نکن فردی نادر به ندرت قصد دکری ونیا یا مثلا اوی که غیری مقصود یعنی معلوم نیه متکلم قصدی کربی ونیا بلام خو وانه که ایدی او بدي مثلا اگر امن بوكيل كان بلم بتشو عبد كان زيد بكرا ولا نيوان دا باوكي منها بيت ك بسبب كرينه وازاد بيت ادي او خطاك بو خدي من دقرته وكان او شتم نكردو امن يعني بوكيل كان نكتو حاليبون سونا ادي او معلومه هذا بعمل با يعني عمل بعامبوني لفظ عامه كبكري حاليبون سونا جاء مثال أودوانا وكوتي مثال النادرة الفيل في حديث أبي داود وغيره مثال فرد نادر وكو فيل لا حديث أبو داود لا حديث كداك أبو داود وغير أبو داود نقلان كردو حديث كجأويا لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل يعني هیچ پولی مسابقه دروز نیه ور بگیره مگل اسبی کی دا مگل حیوانی کی دا کا خفی هبیت وکو وشترو اوانا یان حافری هبیت وکو اسب خف بسمی وشتر دلن حافرش باسمي أسبوانا دلن أو نسلين يعني لا
وانقدام لا لا تير دا لا تير لا شون لا تير اندا زيوانا دا وانيا هیچ پولی مسابقه دروز نیه ور بگیره مگه لوانه دا الان البته خوف زی خوف منظوره که همان دبیت وشتر ونیم یا حافر زی حافر منظوره که دبیت اصل مگه لمسابقه وانه دا ونی سبق با پولی مسابقه دلن پولا کی کلا مسابقه ور دجیره بلام سبق با البته با دکلی به معنا مسابقه جبه اسمی مستر به معنا مسابقه بین الان وانيكا زي خوف مثلا وشتري دقلي توا وانيا بلام يكيق لا فردكانشي فيلا حاليبون سونا ولي بندرت قصدك ريدين يعني اجا لفزي زي خوف في دلين وانيا بكمي وايا منزول فيل به حاليبون سونا الان ليرة شونا لو مثالي فإنه ذو خف في لشر زي خفة خفي هيا والمسابقة عليه نادرة بلا مسابقة دان لسروي كما يعني الآن لو حديثي ككتويتي بولي مسابقة درست لا لزي خفي داور بجيري وانيا ذهن بكمي دا سيب ولا فيلي شنكو معمولا مسابقة لسر فيلا ندراوة لسر وشتري دراوة واني اخوها فيلي لينا بوا حالي بون سونا بو الان فردك كبندرت قسكراوا فيل بلان والاصح جوازها عليه وليا ما كتن قولي صحيح اويك لفز عامة كشامل او فرد نادر جديد اقوابي بولي مسابقة لا لا فيل جداد درست ور بقيري وانيا بويا قولي اصح اويا والاصح جوازها عليه قولي اصح اويك درستا پولی مسابقه درستا مسابقه دان لسر فیلیش بکرین وانیا لفیلیش دا مسابقه دانکه درستا او بو فردی نادر ومثال غیر المقصودتی البته قیل که دلت چونکو مسابقه دان ل موردی فیل دا کما وانیا پس اگوا به لحدیثه که دا که زی خوفی کتو فیل شن عادة لزي خفي متكلم في لقزناك وانيا بكمي وفي القز بكري بس اقوى بلي منزول لزي خفي في النبوة حليبون سونا واللي اما دلين واني ايدي اما دلين عمل بعمومي لفز عامة كذا كريب قريني كجني ايدي كخارجي بكاد اقوى بهر دبيت عمل بعمومي لفظ عامك بكري ومثال غير المقصودة وتدرك بالقرينة ما لو وكله بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه ولم يعلم به فالصحيح صحة الشراء صحة الشراء مثال فرد غير مقصودش كبردل ذات تزاني مثلا فردك مقصودي متكلم نبوة تزاني ايش دلي وتدرك بالقرينة ابتا مقصود نبوة يعني معلوم نيك قصدي كردو يعنى نك مقصود نبوة يعني قصدي نبونا كي كربي متكلم حليبون سونا قصدي نبوني او فردي كربي للفزي عام دا بس بتشي دا زاندريت كغير مقصود فردك ولا بقرينة دا زاندريت قرينة كشل عن لو مثالي دادي بقرينة دا زاندريد جا مثالكي تيه مثالكي اويا كما لو وكله بشراء عبيد فلانين مثلا فرس كزيد عمري وكيل كربي وانيا زيد موكلة عمري وكيلي ويا عمري وكيل كربيت بوكريني عبدكاني خالدي زيد عمري وكيل كربيت بوكريني عبدكاني خالد جادني وعبدكان خالد دا باوكي موكلي هبه باوكي زيدي هبه زيد كون فرك بوا يعني باوكي زيد هيا كسي كي واه كيعتق عليه كازاد دبل لسر زيدي اجبي كرتوا بلام ولم يعلم به بلام زيد كهمن موكلك يا نيزاني وا وانيا امام او قرينا كيدي نيزاني وا فالصحيح للايك ونيزاني و للايك و اجر بكرت ازاد دبل سروي
او دوانا قرينا وانيا او دوانا بيك وقرينا فالصحيح صحة الشراء آية عبيدي فلان باوكي زيدش دقريتا ويانا بل قولي صحيح اويك كرينا وكدرستا وانيا قولي صحيح اويا كابلا دلا تتوزاين قولي صحيح اويا كو اخو لهيج كتابك فقيدة او مسألة انا كتراوا عين يوم مسألة ما لو وكله بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه ولم يعلم به ليش كتابك فقيدة او مسألة انا كتراوا تزاين قولي صحيح اويا اوش دلت امال مسألة كي نزيك لو مسألة هي أما لا يورن قرتوك قول الصحيح كاوبد أخذا من مسألة ما لو وكله بشراء عبد فاشترى من يعتق عليه أو بشراء وكله بشراء عبد نك عبيد وانيا أو قول الصحيح يا أو كدلين قول الصحيح لو مسألة دا أويا لمسألة كي ديكا ورقيرا وكمسألة كي ديكا أويا زيد عمر وكي وكيل بكا بو كرينوي يك عبد وانيا بلا بيشينا لي بو مشخص نكا بلا بتشو عبد بكرا هل يقول سونا فاشترى من يعتق عليه وكيلك كعمرة نفر دوام بتشت كسك بتشت باوكي زيد بكرا توا كسكي كازاد دبي لسر زيدي وانيا باش الليرة قولي صحيح اوي كدرستا كرينك صحيحة حتى اگر چه باوکی زید بکره تاو دباشا فرقی چیه لوش هر دا چه باوکی زید دکره تاو به اضافه چند نفری دیگه وانی هم جا او مثالی فردی غیر مقصود وانی هم معلوم نیه قصدی اخا للاک و لوانه قصدی کربه وانی هم للاک و شاید قصدی نکربه چون ضرری ویده کبه چه باوکی خوی بکره تاو وانی هم بس معلوم نیه که زید آیا کرینی باو کی خوشی قصد کردو یا نه حالی بون سونه کابل دل باشه ادی اگر قرینه ها بو لسر قصد کردنی فرد نادیره که وانیا البته بو فرد غیر مقصوده که البته بو فرد غیر مقصوده که نتوانی بلند چون فرد غیر مقصود اویا قرینه نبی هر کلن بحثا كي لسروي دا مزري كقرين نبيب از معلوم نيه كمتكلم قصدي كرد بيانا وانيا فردي نادر اوي كبكمي قصد ذكرين ادي باشا اجا قرينه هبيت لسر قصد كردني فردي نادر ديسان اختلافي تدا كايا وانا كحكمك شامل دبيانا اجد لنا والله دي اختلافي تدا نابد وان قامت قرينه على قصد النادره دخلت قطعا اجا قرينه هبو لسروي كفرد نادر كش متكلم قصدي كردوا وانيا بويك حكم شاملي به وانيا قرينه هبو او دخلت قطعا قطعا داخل دبير لا شمول حكم كذا او معلومه داخل ذا لفظ عامه كذا وهيت بلام لا شامل هاتني حكم كش دا داخل دبير حالي بون سونا أو قامت قرينة على قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا أديك قرينة هبو لسد أوي كان نبوني فرد قصد كراوة يعني متكلم قصدي كردوك يكيق لفردك لأفراد لفز عامك حكم شامل نبي يعني أو لم تدخل قطعا قطعا أو فردي داخل نبي لا شامل هاتني حكمه كذا حاليبون سونا او هما العامي مخصوص ايدي قرينه ابو لسروي كفردك منظور نيا او هما دبت عامي مخصوص وانا لفظك عام ك خاص كراوة وتوبا باقي افراد ويك لفرد كان خارج كراوة فزقا بهر حكمي كي تعلق بسطت او فردين اجدته وباقي افراد دجدته حاليبون سونا الله يرحمه استنجاد الحمد لله